طبعا هذه جلسات ايام زمان، سعف النخل، وتعرفوا ايام زمان ما كان في مكيفات، وكان يعني فعلا هذه جلسات رئيسيه في كل بيت، يكون يجي الهواء يترش المويه من خلف السعف، تكون جلسات بارده ما شاء الله طول اليوم. ويمكن انكم لاحظتوا جمال الجلسه هنا. الله اهلا وسهلا. المزرعه هذه وفيها شيء من التراث، ان شاء الله مزار سياحي بابداعات واجتهادات، ان شاء الله لها اثر كبير باذن الله في منطقه جيزان محافظه الدرب والشقيق ان شاء الله. طبعا هذه المقدمه ما زالت هي بروفات، هناك العشه الرئيسيه اللي هي الديوان، يعني مجمع كامل من التراث وفيها ابداعات حتشوفها ان شاء الله. هي فكره الذره الملونه، انت عليك في المنطقه هنا من 8 شهور، وانا احاول ان فعلا انتجها بحيث انها تكون لمسه اضافيه جميله تكون موجوده في المنطقه، وهذه موجوده عندنا الان. شوف الدش هذه الذره، يعني قريب فيها السواد فيها الحمار، فهدفنا فعلا الاضافات وتكون في شيء مميز موجود في المزرعه هنا. حول العشه الرئيسيه بيكون في متحف، فكره المتحف يكون متحف زجاجي على شكل عشه، يكون مساحته كبيره جدا، يكون فيه من التراث الماضي سواء التراث الشعبي او التراث البحري، يكون كله في المنطقه هذه، بحيث اللي يجي ياخذ لفه كامله ويدخل جوات المجمع الرئيسي.